أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ أبو عابد يقول: أنا أريد الحج هذه السنة، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. من عليه دين هل يلزمه الحج؟ الذي عليه دين وهو لم يحج حجة الإسلام أو يريد أن يأتي بنافلة للحج ينظر، فإذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ويتسع لتكاليف الحج إنه يحج بحيث يؤمن للدين ما يسدده. أما إذا كان المال الذي عنده قليلا لا يفي إلا بالدين فإنه لا يحج، بل يبدأ بالدين لأنه غير مستطيع. الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد الذي يبلغه الحج ويرده بتكاليف الحج، وكذلك يكون عند أهل بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم. نعم.